استغلالا لمعلومات مؤكده وارده الى الفرقه الاقليميه الوطني بالدرك الوطني زيامه منصوريه مفادها وجود شخص يقوم بتحويل ونقل كميه معتبره من ماده الشماء المقلده وعملا بمخطط عمل قائد المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بجيجل وتحت الاشراف المباشر لقائد الكتيبة الاقليميه للدرك الوطني بالعوانه تم وضع خطه محكمه تعتمد اساسا على نقاط المراقبه المتحركه بعد توقيف الشاحنه المذكوره وتفتيشها تفتيشا دقيقا وتفتيشا امنيا تم ضبط على متنها شخصان السائق ومرافقه وكذلك تم ضبط كميه معتبره من ماده الشماء المقلده بعد التعمق في التحقيق وبعد الحصول على الاذن الكتابي للسيد وكيل الجمهوريه لدى محكمه جيجل تم التنقل الى مدينه طاهر من اجل تفتيش منزل العنصر الثالث اين ضبطت كميه كذلك معتبره من ماده الشمه المقلده اسفرت هذه العمليه النوعيه عن توقيف ثلاث اشخاص اشخاص وحجز كميه معتبره من ماده الشمه المقلده قدرت باكثر من 63810 اكياس بقيمه ماليه تفوق ال5 ملايين و172800 دينار جزائري وكذا حجز حجز الشاحنه المذكوره اعلاه نوع صناكم ك120